وللمزيد حول الحصار الذي يضربه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة ومنع إدخال الوقود في ظل تفشي فيروس كورونا في القطاع، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين. الله حياك الله. الأمم المتحدة طالبت بإدخال الوقود إلى غزة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في القطاع، لماذا تمنع سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع رغم أنها حالة إنسانية بعيدة عن السجالات السياسية والعسكرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس غريبا، يعني حالة الاحتلال أساسا هي في تناقض مع كل القضايا الإنسانية للشعب الفلسطيني، بدءا من مصادرة حقوق الفلسطينيين في الاستقلال والسيادة وحتى الحقوق الشخصية والحريات الفردية. الاحتلال بطبيعته هو منظومة قمع، منظومة اعتداء على الشعب الآخر، وإلا لن يكون احتلالا. نعم. لولا أن هناك مقاومة للشعب الفلسطيني تجبر الاحتلال على الرضوخ وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم لعاش الفلسطينيون دون أدنى حقوق ودون متطلبات الحياة البشرية التي يحياها باقي الشعوب في العالم. نعم. طيب يعني كيف تصفون الأوضاع الصحية في غزة وإلى أي مدى ترى إمكانية التعامل معها من قبل الفصائل التي تدير شؤون القطاع؟ والله حسب التقارير الواردة من غزة الوضع ليس سهلا، بالعكس يعني الأمور تتعقد وتزداد خطورة وعدد الإصابات ينتشر، ويضيف لمأساة غزة إضافة جديدة، يعني بعد الحصار والبطالة والفقر الذي يعاني منه أهل غزة يأتي الوباء ليزيد الطين بلة، وانعدام الخدمات الصحية في الوضع الطبيعي في قطاع غزة. الخدمات الصحية الروتينية أساسا تعاني من نقص حاد ومن عجز في قطاع غزة. اليوم في ظل أزمة الكورونا الجهاز الصحي يعني في خطر كبير، لا يمكن في ظل ظروف غزة أن يلبي الاحتياجات في الأيام العادية، وبالتالي في ظل الكورونا الوضع أصعب بكثير. معروف أن أكثر من 2 مليون إنسان في قطاع غزة، لا يوجد في كل قطاع غزة أكثر من 80 جهاز تنفس، وبالتالي تفاقم أزمة الكورونا لا شك هو يفاقم الأزمة الإنسانية، وسيترتب عليه تفاقم الأزمة الأمنية، سيعود التصعيد. ولكن الأمل أن هذا الاتفاق سيطبق من جانب الكيان الصهيوني وسيلتزم بإدخال المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الكورونا كما تم الاتفاق عليه. طيب بعد أن توصلت حماس إلى اتفاق لإنهاء التصعيد مع الكيان الصهيوني وتثبيت التهدئة، بدأ الاحتلال في إدخال الوقود، كيف تقرأ رد الاحتلال ومن ثم فعل المقاومة؟ هذه المعادلة التي أثبتتها المقاومة منذ سنوات، أن الاحتلال لا يأتي من خلال المناشدات ولا من خلال حسن النوايا ولا من خلال حسن الجوار. الاحتلال لا يأتي إلا إذا تم الضغط عليه، وفي ظل موازين القوى الموجودة لا يملك الفلسطينيون إلا وسائل ضغط بسيطة لكنها قادرة على إجبار الاحتلال على الرضوخ وإعطائهم جزءا يسيرا من حقوقهم يتسنى لهم الحياة في ظله. أما مطالب غزة، طبعا مطالب كبيرة، الأرض ما زالت محتلة، الحصار ما زال موجودا، الفقر والبطالة ومعاناة الشعب الفلسطيني كله وليست غزة فقط، الضفة الغربية أيضا تعاني، إضافة للاحتلال تعاني من الكورونا، الأقصى مهدد، قبل أيام فقط حصل انهيار في ساحات الأقصى بسبب الحفريات التي يقوم بها الاحتلال في ساحاته، الاقتحامات اليومية. لا شك أن وضع الشعب الفلسطيني عموما هو مأساوي بسبب النكبة وبسبب الاحتلال وإجراءات الاحتلال اليومية، ولولا أن المقاومة على مدار السنوات اشتبكت مع الاحتلال ودفع ثمن إجراءاته القمعية لا زاد هذا القمع ولا زاد هذا الإجرام على الشعب الفلسطيني، ولكن بفضل المقاومة يرضخ الاحتلال فيعطي الوقود، يفتح المعابر، يسمح بالحركة، يسمح
الصيد، معروف بأن مساحات الصيد حتى في ظل اتفاقات التسوية مع السلطة الفلسطينية لم ينلها الشعب الفلسطيني إلا بفضل المقاومة وإجبار الاحتلال عليها. كما هو معلوم أن الاحتلال أجبر أيضا على إخلاء المستوطنات تحت ضربات المقاومة، بينما الاتفاقيات السياسية لم تستطع إجباره على إخلاء طيب مستوطنة واحدة. إذا كان الهدف من الضغط على المدنيين هو إفقاد حماس لحاضنته الشعبية، كيف ترون قوة هذه الحاضنة في السنوات الأخيرة؟ لا شك أن قطاع غزة تعرض لضغوطات شديدة جدا، يعني ضغوطات غير مسبوقة، وربما لم يتعرض شعب آخر لضغوطات من هذا النوع ليتم تحريضه على كحاضنة شعبية على المقاومة. ولكن هذه الإجراءات كلها فشلت، وشهد الاحتلال بأن إجراءاته وقمعه فشلوا في ذلك من خلال الحروب التي شنها على قطاع غزة. فمثلا بعد العدوان عام 2008-2009 مؤسسات التحليل وتقدير الموقف في إسرائيل قالت أننا فوجئنا بالتفاف الناس حول المقاومة. كنا نتوقع أن بعد الغارات الأولى التي دمرت فيها مراكز الأمن والشرطة والمراكز الحكومية أن الناس سيخرجون وسيرجمون المقاهي الحكومية والمراكز الأمنية بالحجارة، ولكن لم يحصل هذا. وبالتالي سياسة الاحتلال في تحريض وتثوير الناس المعرضين للحصار وللقصف دائما ضد المقاومة فشلت تباعا، والناس ما زالوا ملتفين حول المقاومة، وهم يدركون بأن المشكلة في الاحتلال وليست في المقاومة، وأن حتى الذين يطبعون مع الاحتلال، حتى الذين يهادنون الاحتلال في الضفة الغربية ويلتزمون بالتنسيق الأمني وما إلى ذلك، لم يحصلوا للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ظروف أحسن. وبالتالي الاحتلال لا يعطي في الهدوء أفضل ما يعطي بالقوة. نعم، المختص في الشأن الفلسطيني الأستاذ صلاح الدين العواودة، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.